السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل على القسم واحد الشغل والطاقة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق والنجاح في إيدك. جيب ورقة وقلم وسجل المعطيات وتابع معي الحل. افترض أنك تدفع سيارة متوقفة، وأثناء حركة السيارة تحتاج إلى قوة أقل وأقل كي تستمر في الحركة. خلال أول 15 متر تناقصت قوتك بمعدل ثابت من 210 نيوتن إلى 40 نيوتن. لاحظ كيف عم بقرأها بهدوء وحط خطوط تحت العبارات اللي لازم أركز عليها. فما مقدار الشغل، مقدار الشغل الذي بذلته على السيارة؟ ارسم رسما بيانيا للقوة والإزاحة لتمثيل الشغل المبذول خلال هذه الفترة. النوع من المسائل بيفيدك الرسم قبل الحل، ما حتقدر تحسب مقدار الشغل إلا إذا رسمت. فلذلك رسمت المحورين، محور الإزاحة ومحور القوة. عندك القوة الأولى 40 نيوتن، والقوة طبعا القوة الأخيرة، يعني قسمت محور القوة ما بين 40 والميتين وعشرة، لأن بنبدأ من عند نقطة الإحداثيات صفر ثم القيم تتضاعف، فبصير عندك هذا الزمن خمسي. الخط بيكون بهذا الشكل، الشكل الموجود عندك، يعني المساحة تحت هذا الخط عبارة عن شبه منحرف. العمل المنجز هو منطقة شبه المنحرف الموجودة تحت الخط البياني. فلذلك أنت بتحسب مساحة شبه المنحرف. مساحة شبه المنحرف A وتساوي مجموع قاعدتيه المتوازيتين تقسيم 2 ضرب الارتفاع. القاعدة الأولى هي عبارة عن 40، والقاعدة الثانية عبارة عن 210، الارتفاع عبارة عن 15. بيطلع المساحة شبه المنحرف 1.88 في 10^6. إذن الشغل ويساوي 1.88 في 10^6 جول، هذا مقدار الشغل. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء.